اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع اولى وقفتنا الحواريه النهارده في هذا الصباح اللي هنتكلم فيها عن تحيا مصر. تحيا مصر هي حركه شبابيه اسسها عدد من السيدات الناشطات سياسيا واجتماعيا. ربما هذه الحركه بتهدف بشكل كبير الى نشر الوعي الثقافي في العمل الخدمي والتوعوي ايضا والعمل على تنشيط السياحه في مصر. ايضا حركه تحيا مجموعات شبابية كبيرة بتضم عدد كبير أيضا من السيدات وعدد من رجال الأعمال في محاولة يعني تكوين ثقافة سياسية واجتماعية وقانونية لدى النشأ الجديد بأهمية المشاركة في تنمية وبناء الوطن المصري. الحديث مشاهدينا بشكل أكثر تفصيلا حول هذه الحركة وأليات عملها والأهداف اللي من أجلها تم إنشائها، يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الأستاذة نسرين فاروق الأمين العام لحركة تحيا مصر. برحب بحضرتك أستاذة نسرين، صباح الخير واهلا بيكي معانا. في البدايه تكلمينا عن يعني الملامح العامه للحركه دي والفكره جات لكم ازاي؟ هو احنا من بعد 25 احنا في الشارع كمجموعه سيدات نزلنا كتير، وقفنا عملنا وقفات وواجهنا طبعا الحكم المتاسلم وتصدينا ليه من اول خالص. كنا بننزل، بعضنا كان ليه نشاط في حركات اخرى، وفي البعض كان ستات بيوت عادي، وكنا بننزل كمصريات عاديات جدا، يعني مش نشاط كحزبي او كده، باستثناء سمر ابو ذكري المؤسسه كانت عضو في حزب الكرامه. كنا حاسين بالبلد شكلها ايه، قررنا ان احنا نبقى مع بعض. اتقابلنا كل واحد كان في مجاله، اتقابلنا مؤخرا ايام انتخابات الرئاسه، لقينا ان احنا جهودنا متفرقه، فقررنا ان احنا نعمل كيان واحد. قعدنا بعد كده يوم 7/6 قبل يوم القسم بيوم، قررنا اختيار اسم تحيا مصر. طيب انتوا يعني شايفه انه ايه اللي بيميز حركه تحيا مصر عن حركات اخرى ربما تكون موجوده على الساحه شبابيه او غير شبابيه، حركات سياسيه برضو وليها انشطه وفعاليات؟ هو ليهم انشطه وفعاليات اوكي، بس محدش بيقدر، ده اللي انا شايفاه بالنسبه لحركتنا، ان احنا متواصلين مع الناس في الشارع. احنا حركه ابتدينا من الشارع، اتقابلنا في الشارع، كل فعالياتنا في الشارع. بمعنى ايه يعني متواصلين مع الناس في الشارع؟ يعني ممكن قوي تنزلي قريه تخبطي على البيوت تساليهم انتوا عاملين ايه، احتياجاتكم ايه، عايزين ايه. تتواصلي مع الناس، ان انا اعمل ندوات واجيب الناس واقعدهم واقول لهم كلام مرسل، لا، الناس عايزه اللي ينزل لها، عايزه اللي يتكلم معاها. يعني فكره التواصل دي فكره مهمه في كل الاحوال، ولكن يا ترى ردود افعال الناس ايه لما زي ما بتقولي بتخبطي على بيوتهم وبتقول لهم انتوا محتاجين ايه، خاصه انه معظم الناس اللي عندها احتياجات في اي حاجه في حياتها بتبقى شايفه ان الحل دايما بيبقى في ايد المسؤولين وفي ايد الحكومه. انتم مالكمش علاقه بمؤسسات الدوله او بالمؤسسات الحكوميه، متطوعين بشكل كبير، فردود افعال الناس بتبقى شكلها عامله ازاي؟ بتصدقكم ولا لا؟ هو بصي، في الاول كان في صعوبات كتيره، انتوا هتعملوا ايه؟ هو انتوا بقيتكم ايه؟ طب انتوا احنا ممكن ناخد مشاكلكم نعرضها وان شاء الله نلاقي حل. فعلا نزلنا مصنع وبريات سمنود، تفاعلنا مع العمال هناك، نزلنا عملنا مساعدات خدميه، شنط رمضان و عشان نقدر نوصل. طبعا الحال كان مبكي لما واحده ست عامله بتيجي تديها حاجه بتعيط تقول لك انا مش عايزه، انا عايزه مصنعي يشتغل. صحيح. فده عملنا استغاثه وعملنا نداء لرئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، والحمد لله بيتم النظر في المصانع المغلقه. عملنا تواصل مع بعض رجال الاعمال بحيث نشوف ايه اللي يقدروا يقدموه للمساهمه في فتح اعاده تشغيل المصانع دي، ما هي مش هتفضل مقفوله، سواء مصانع استثماريه او مصانع حكوميه. اعاده جدوله الديون بتاعتها، يعني باي طريقه، ان المهم الناس دي ترجع تشتغل تاني، دي بيوت مقفوله. كان عندنا برضو قريب فعاليه الباعة الجائلين، اتنقلوا من مكان، راحوا مكان. فكان عملنا فعالية ننزل نشجع الناس روحوا اشتروا منهم. بس تتكلمي عن جراش الترجمان اللي كان فينا قال جراش الترجمان. ايوه نزلنا وشجعنا ناس انها تروح، وكنا اول ناس قامت بالمبادره دي. لقينا ان الباعه ليهم طلبات. طب ايه هي طلباتكم؟ عايزين ميه، عايزين نور، عايزين مخازن، ده عايزين مواصلات. طالبنا بده. المحافظ مشكورا في نفس اليوم قرر مد 6 خطوط مواصلات للمكان. تاني يوم سيادة الرئيس أمر بأن
المكان يكون مجهز زي رمال مطلوب. اسمحي لي بس يعني طالبته بده بمعنى ايه استاذه نسرين؟ يعني هل كان في شكل من اشكال التواصل مع الجهات التنفيذيه؟ لا في الاعلام بصراحه احنا طلعنا في الاعلام طلعنا في وسائل الاعلام طالبنا بده ونزلنا في الشارع في حد ذاته بيلفت النظر حتى المسؤولين نفسهم بينزلوا يعني في اليوم اللي احنا نزلنا فيه المحافظ نزل بعدينا ففي متابعه. طب ايه اهم الافكار او البرامج اللي انتم طرحتوها على الحكومه ولقيتوا ان في فعلا تواصل حقيقي معاكم؟ موضوع المصانع ده كان من اهم الموضوعات اللي تم التواصل فيها. ايه اللي طرحتوه بالظبط فيما يخص ملف المصانع؟ اعاده تشغيل او جدول ديونها النظر للمصانع دي. فعلا في مصنع طنطا للكتان ده صدر امر بتشغيله. يعني في مصانع بعينها اتكلمتوا عليها. طيب من ضمن اعضاء الحركه في رجال اعمال، في شخصيات عامه سواء سياسيه او في شخصيات عامه في شخصيات عامه عاملين بروتوكولات مع بعض الجهات، عاملين بروتوكول مع مؤسسه الاهرام، لان احنا من اهداف حركتنا اعاده القيم والمبادئ للشارع المصري. فالاهرام عامل مبادره اسمها يلا نحسن اخلاقنا. فبالتالي تم اختيارنا في شكل التعاون، تم اختيار الحركه انها تبقى من ضمن الجهه المسؤولين عن الحمل. طب يمكن وعاملين بروتوكول مع نقابه الفلاحين ان شاء الله هنعمل. طب استاذه نسرين، يمكن من ضمن اهدافكم هو نشر الوعي الثقافي للشباب، ده على ارض الواقع بيتم ازاي؟ برضه بالتواصل، لازم تنزل لهم. يعني احنا ما نزلنا في بعض القرى في الجيزه، نزلنا اتكلمنا مع الناس. في ناس كتير بالنسبه لجزئيه الانتخابات، ناس كتير مش فاهمة ايه عضو مجلس الشعب ايه دوره وعضو مجلس محلي ايه دوره. فكان لازم تفهميهم، استجابوا جدا وساعدونا نفهموا غيرهم. طيب جميل، اسمح لنا أستاذة نسرين ان احنا نخرج نتعرف من خلال تقرير على اهداف الحركة وآليات التواصل مع الجهات المختلفة، ثم نعود لنستكمل الحوار. مشاهدينا ابقوا. من رحم ثورة 25 من يناير و30 من يونيو خرج العديد من الحركات والقوى الثورية فضلا عن أحزاب جديدة لتدافع عن أهداف الثورة. تحيا مصر حركة نسائية ظهرت مؤخرا تهدف لنشر الوعي الثقافي بين الشباب، أسسها خمس سيدات لخدمة المواطن البسيط وإعلاء مصلحة الوطن. وكشفت سمر أبو ذكري المنسق العام لحركة تحيا مصر أن الحركة تهدف في الأساس لدعم الإصلاح السياسي والاجتماعي وللوقوف في حائط صد أمام أعداء النجاح، لافتة إلى أن تلك الحركة ليس لها علاقة بحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر. وأضاف الذكري إلى أن الحركة ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وتدرس الانضمام لأي من التحالفات الموجودة على الساحة أو الخوض منفصلة، مضيفة أن البرلمان يعد بالنسبة للحركة ليس بهدف المنافسة ولكن لخدمة الوطن. من جانبه أكد المتحدث الإعلامي للحركة أن الحركة النسائية استحدثت أربع لجان بداخلها، واحدة للاهتمام بالنشأ وغرس القيم الوطنية في الجيل الجديد، وأخرى لذوي الإعاقة، وثالثة لدعم الرياضيين، ورابعة للعسكريين المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم بمختلف المجالات. كما أشار المتحدث إلى أن هناك ميثاق شرف للحركة يؤكد قيمة الإخلاص والتفاني في العمل الخدمي والسياسي من أجل الوطن وتحقيق مطالب الشعب المصري، وعلى رأسها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وحقيقة انضم لنا دلوقتي في استوديو هذا الصباح الأستاذ محمد عطية المتحدث الإعلامي باسم حركة تحيا مصر. أهلا بك أستاذ محمد. وتحيا مصر الاسم جالكم مرتبط برئيس عبد الفتاح السيسي سواء بصندوق تحيا مصر أو بشعار ليه في حملته في الانتخابات الرئاسية، ولا جالكم إزاي اختيار هذا الاسم؟ اولا صباح الخير. صباح الخير للشعب المصري، صباح الخير لكل مواطن مصري شريف على الارض المصريه. احنا اولا تحيا مصر بالنسبه لنا هو شعار الحركه، تحيا مصر هي احنا اخذنا هذا الشعار من تحت مسمى
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ما قال تحيا مصر، مصر تظل فوق الجميع. من هنا بدأنا بتشكيل حركة تحيا مصر. حركة تحيا مصر بالنسبة لنا هي العلاء كلمة الوطن، هي معنى كلمة الوطن، هي الأسلوب الحقيقي يعني إيه الوطنية في داخل كل مواطن مصري بالنسبة الدم الحقيقي بالنسبة لكرة مصر العربية. عشان كده احنا خدنا شعار حركة تحيا مصر، بنقول لمصر كلها فعلا حركة نسائية مستقلة شبابية خدمية توعوية سياسية. الهدف من خلالها هي توعية بالنسبة للمواطن المصري البسيط، الهدف الخدمي بالنسبة للمواطن بالنسبة للكرة والنجوع. احنا بننزل في كل مكان، احنا بنخبط على كل باب بالنسبة للكرة والنجوع، نشوف مشاكلهم ايه ممكن نحلها بطريقة العادية جدا، او في حاجة ممكن نصعدها. احنا حركة ضغط بالنسبة للحكومة، ناخد بعض المشاكل، وايضا بالنسبة للحكومة الحالية بنقول لهم في مشاكل في قرية الصف، في أطفيح، في في بزم المياه، في تحلية المياه، لا احنا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا. اهم حاجة المواطن يحس ان في فعلا ناس تسأل عليه، وده الفرق بين حركة تحيا مصر واي حركات اخرى. طيب في برامج تدريب بتقوموا بيها في الحركة من اجل توعية الشباب او النشء بكل القيم اللي حضرتك ذكرتها ديت، قيم اعلاء الوطن والمواطنة، وايضا العمل الثقافي والعمل السياسي بشكل عام؟ طبعا ده اكيد. احنا في دورات تدريبية بالنسبة للشباب، اللي احنا النهارده شايفين الشباب تحت سن 16 سنة حاجة من الاتنين. هنا في مدجرة والمسلمين وقضيتهم، وايضا بالنسبه للحركات الثوريه والحركات السياسيه. احنا النهارده في البناء الوطن، احنا اهم حاجه عندنا بناء الوطن الجديد بعد 30/6 وبعد الثوره المجيده اللي ثوره 30/6. احنا النهارده شايفين الطريق الصحيح بالنسبه لمصر الجديد، وده الهدف من خلاله احنا بناء الوطن. كفايه 3 سنين احنا شفنا في احتجاجات وشفنا في وقفات احتجاجيه ولكن بدون بناء. النهارده بعد 30/6 في ظل تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل تواجد في محور قناه السويس الجديده بالنسبه للاسهم وبالنسبه لشهاده الاستثمار، لازم النهارده نحط رجلينا في الطريق الصحيح، وده الهدف. النهارده اعلاء كلمه الوطن، عشان كده احنا مصر فوق الجميع. طب استاذ محمد، يمكن انت ذكرت جزئيه مهمه جدا، فكره التواصل مع الناس في الكره والنجوع. يمكن دايما المعتاد ان التواصل مع الناس او مع الاسر او مع الشباب بتبقى في المحافظات اللي عليها تسليط الضوء او تسليط اعلامي كبير، في القاهره، في اسكندريه، في الجيزه، لكن انتوا تتواصلوا في مناطق ربما او قرى بعيده او قرى على الاطراف. دي جزئيه مهمه جدا، اعتقد ان هي مهمه في المجهودات اللي انتوا بتقدموها. ده اكيد، عشان كده هي دي الفرق، ده الفرق من دول الميزه الوحيده بالنسبه لحركه تحيا مصر. احنا اولا في 5 سيدات مؤسسين الحركه، الاستاذ نسرين فاروق، الاستاذ سمر ابو ذكر مؤسس عمل الحركه، الاستاذه عايده الامام، الاستاذه نيرفانا الشافعي، والاستاذه ايضا نيفين فاروق، ولكن هي ايضا بالنسبه للجنه، بالنسبه للجنه المصريين بالخارج، ودي اهم لجنه عندنا. احنا ايضا عندنا في لجنه اخرى بالنسبه للعسكريين المتقاعدين، الاستاذ مصطفى التوبكي يبقى برضك موجود، عشان احنا النهارده داخلين على احتفالات اكتوبر المجيده، لازم النهارده تحيه وتقدير للمؤسسه العسكريه الوطنيه في دورها الرائع بالنسبه لتوحيد الصف والحفاظ على الدوله المصريه. كمان طيب عندنا استاذه نسرين، عايزه اعرف منك اتفضلي. كمان عندنا لجنه لذوي الاحتياجات الخاصه او متحدي الاعاقه لبحث مشاكلهم والتواصل معاهم. ما احنا مش يعني، ولازم يكون اللي ماسك اللجنه دي حد منهم عشان يقدر يوصل لهم ويوصل لنا. فانتوا بالفعل اللي ماسك عندنا حد من متحدي الاعاقه؟ تمام. عندنا في لجنه للشباب للرياضه، بتشجع الشباب، وبنعمل ان شاء الله في بروتوكول قريب مع نادي كبير للرياضه، لتشجيع الاولاد دورات رياضيه. طيب جميل. عايز اعرف بقى، احنا مقبلين ان شاء الله في الفتره القادمه على انتخابات برلمانيه، ربما لم يتم تحديد موعدها بشكل يعني محدد ونهائي، ولكن بالتاكيد الاستعدادات بتجري على قدم وساق سواء من قبل الاحزاب او من قبل الافراد والقوى السياسيه المختلفه لخوض هذه الانتخابات وتكوين تحالفات سياسيه ما. رؤيتكم للمرحلة القادمة إن شاء الله، لأنه البرلمان القادم هيبقى من أخطر ومن أهم البرلمانات اللي بتشهدها مصر، وهيكون مؤثر بالفعل في الحياة والمشهد السياسي المصري. رؤيتكم إزاي لإجراء هذه الانتخابات بالشكل الأمثل والوصول لبرلمان يعني مناسب لمصر؟ إحنا كنا أعلننا قبل كده يوم مؤتمر التدشين إن إحنا هنخوض على 40% من الانتخابات. كان المقصود بإن نخوض إن إحنا هندعم فئة الشباب والمرأة والمعاقين والفلاحين. النسبة دي تتجاوز كمان 40%،
هندعمهم معنويا مش ماديا، لان احنا مش جهه تمويل. هنشوف فيهم، احنا عاملين معايير لاختيار عضو مجلس الشعب، عاملين لجنه لاختيار بوضع معايير اختيار عضو مجلس الشعب. بناء على المعايير اللي هتحطها اللجنه دي احنا هنشوف العضو المناسب ونوجه الناس. يا جماعه فلان ده كويس، مش يشتري صوتكم بزيت وسكر، ما لا خلاص المرحله دي انتهت. لازم في واحد اثنين ثلاثه البوينتس بتاعته دي هي اللي تتم على اساسها اختيار عضو مجلس الشعب، او احنا ندعمه او نوقف معاه. كل كيان الحركه بتدعم شخص في محافظه ده وده وده، لان احنا عندنا منسقين كمان في كل محافظات مصر تقريبا. جميل. يعني حتى النوبه لينا فيها منسق هايل. اسوان لينا منسق، القنا يعني الحمد لله مغطيين تقريبا 3 4 محافظات مصر. طيب استاذ محمد، هل لكم مطلب معين او عده مقترحات مثلا او اهداف بعينها بتسعوا بشكل او باخر لتحقيقها من خلال تواصلكم مع مؤسسات الدوله المؤسسات الحكوميه، ولا بتعتمدوا بالنسبه الاكبر على المتطوعين والمشاركين معاكم في هذه الحركه تحيا مصر؟ اولا بالنسبه لمؤسسات الدوله طبعا نعرف ان ليها مجهود اكتر من رائع طبعا، مجهود يعني ليها حصل عليه، ان احنا شايفين في ظل التواجد ان في ضغط بالنسبه للمواطن ولقضاء الحكومه في ظل الصراع اللي احنا شايفينه، الصراع السياسي وايضا الصراع الاقتصادي، في حاجات مهمه جدا لازم احنا ذات نفسنا الحركه ذات نفسنا لازم نشتغل مع بعض فيها. الهدف من خلاله ان ممكن نوصل رسالتنا لبعض مؤسسات الدوله، احنا نتمنى بعض مؤسسات الدوله تقف معانا وتساعدنا، نتمنى ان وزاره الشباب والرياضه تقف معانا، نتمنى ان الاستاذ المهندس ابراهيم محلب يساعد الشباب الموجود في الكره والنجوع ان يحس بيه. احنا اهم حاجه عندنا في بعض المشاكل ولكن احنا نقدر نحلها، وايضا في بعض المشاكل لنا بعض العقدات فيها، مش كل حاجه احنا ممكن نقدر نحلها. احنا شغالين بمجهود ذاتي، احنا شغالين بشباب تحت سن 20 سنه وفوق ال 20 سنه، وده اهم، ده اهم خطوه عندنا. في بعض المشاكل احنا ممكن نواجهها، ولكن اهم حاجه اما نيجي نخبط على بالنسبه للمحافظ او وزير لازم يتم فيه استقبال، ولكن للاسف احنا عارفين ان عليهم ضغط، ولكن نتمنى من المهندس بير محلب وايضا الاستاذ خالد عبد العزيز بالنسبه لشباب الرياضه يهتم بحركه تحيا مصر واعضائها في كل محافظاته، وقصدا بالنسبه للكره والنجوم، لانكم اكيد بتنقلوا برضو مطالب الشباب يعني ومطالب الشارع المصري. احنا بنشكركم جزيل الشكر وبنتمنى لكم كل النجاح ان شاء الله والتوفيق في مهمتكم وفي هذه الحركه. الاستاذ محمد عطيه المتحدث الاعلامي باسم حركه تحيا مصر، شكرا جزيلا لحضرتك، وبنشكر ايضا الاستاذه نسرين فاروق الامين العام لحركه تحيا مصر.